الخير مشاهدينا، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة وأسبوع جديد من مساء الخير. وأعطيكم رعاة حسب قلبي فيرعونكم بالمعرفة والفهم، وده بمناسبة عشية تجليس نيافة الأنبا نوفير أسقف الإبروشية شبين القناطر وتوابعها. بنكون سعداء جدا في ميسات أن ننقل لحضراتكم فرحة الإبروشيات وهي بتستقبل الرعاة بتوعها والأباء المسؤولين عن خدمتهم ومتابعتهم، وأكيد هم حسب قلب الله في المعرفة والفهم، وبارك لهم على هذا التجليس. وده يمكن كان قبل الهواء مباشرة، عشان كده يعني حبيت ان احنا نبارك لحضراتكم. بكون فخورة بقناة ميسات انها بتحب تشارككم وبتكون موجودة وبتنقل كمان لباقي الابراشيات اللي تشوف الابراشية الغرب بتشوف الابراشية وهي بتحتفل بالاسقف بتاعها واستقباله. خلينا مع حضراتكم كمان تقدم صاحب النيافة الانبا ارميا الاسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي واسرته المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي وقناة ميساد بتقديم بخالص التهنئة لنيافة الحبر الجليل نيافة الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها بمناسبة العيد الثاني والاربعين لسيامته والعيد الثالث والثلاثين لتجليسه. كل عام ونيافتك بألف خير يا سيدنا. دي كانت تهنئة صاحب النيافة الأنبا أرميا. كل سنة وصاحب النيافة الأنبا بولا طيب وبكل خير. سنوات من الخدمة كان يمكن من مراحل كتير جدا كان ماسك الملف الأحوال الشخصية، وده يمكن من أصعب الملفات في الكنيسة، لكن كان على مستوى مصر والعالم أيضا. كتير جدا خدمة أبائنا ورعاتنا وكل من مسؤول على الإبراشية أو مسؤول عن خدمة، بنحتاج ان احنا نقول لهم شكرا وكتر خيركم على كل ما تقدموه من محبة وعطاء طوال كل هذه السنوات. خلينا نستقبل صاحب النيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها ونقول له كل سنة ونيافتك طيب يا سيدنا. نعم، ازاي كنت طيبة؟ كل سنة ونيافتك طيب. 42 عام من العطاء والخدمة يا سيدنا. تعيش حبيبتي، تعيش. سيدنا قول لنا يعني ايه اهم اللحظات في ال 42 سنه دول، وقت طويل جدا، خدمه كبيره جدا وعطاء مستمر وسيستمر ان شاء الله، ربنا يبارك خدمه نيافتك. اولا انا عايز اذكر نيافه الانبا ارميا الاول الاهتمام ان هو يهنئ كل الاباء في مناسباتهم، سواء تهنئه مباشره منه هو او من خلال القنوات. يعني حقيقه أنا بشكره على يعني مشاعره الطيبة تجاه كل الآباء، تجاه كل آباء المجمع المقدس. يعني نمرة اتنين، أنا مش من الناس اللي بتهتم بحتة عيد رسامة وعيد تجليس، غير موجود عندي إطلاقا في الإبرشية احتفال رسامة واحتفال تجليس أو حاجة زي كده، لأن ببساطة شديدة إن كان هنالك إيجابي فهو عمل الله، وإن كان هنالك سلبي فهو عمل البشر، هنحتفل بإيه؟ وعشان نحتفل بعمل ربنا بيخرج عن الإطار المفروض ويبدأ كل اللي بيتكلموا يكلموا فلان عمل، محدش عمل، وربنا اللي بيشتغل بشكل أو آخر. حتة إنها 42 سنة، 42 سنة دي من سنة 80 لما يسبقها كمان 30 خوري بسكوبس، لأن أنا اترسمت كان في ذلك الحين خوري بسكوبس لمدة 3 سنين مع نيافة الأنبسيور ربنا ما يحتفظ. والشيء العجيب جدا انها كان عندي 25 سنه وشويه شهور كده، يعني العمر كله يا سيدي. وانا اتذكر لو فكرت جديا ان اصعب يوم في حياتي يوم خرجت من الدير. اصعب يوم اولا لانه لم ينسق معي احد، وفوجئت بان ده قرار ومكتوب وموزع على الاباء الاسخفاء اعضاء المجمع المقدس، ونيافه الامشير يجي يدير يقول ده قرار لا رجعت فيه. وكنت أنا وقتها صغير السن، كنت وقتها إجمالي المدة اللي قعدتها في الدير 14 شهر، كنت وقتها اتجاهي بعيد خالص عن الخدمة، اتجاهي للوحدة، وكان لي أغلب المدة القصيرة كان لي مغاربة أقضي فيها تلكين الأسبوع تقريبا، والباقي باجي في الدير عشان كنت ماسك المسؤوليات المالية وغيرها. فكانت مفاجأة بالنسبة لي إنه ده اتجاه مختلف ومحدش نصح معاك ومحدش قال لك. وده اللي خلاني يوم ما اترسمت خوري بسكوبس لم يكن امامي غير ان ارجع للمغاره تاني. واتذكر ان انا يوم الرسامه رجعت على المغاره قعدت 40 يوم لم ارى وجه انسان حتى اجد راحه واشعر انه ده من ربنا وان انا اقدر اخدم بشكل او باخر.
إنما الحقيقة لما النهاردة أحسب بقى السنين دي اللي يجبليها 45 سنة اللي ربنا سمح فيها إن أنا أختم مع نيابة الأنبار في فترة، وكان ترتيب إلهي إن أنا موجود في الإبرشية لغياب نيابة الأنبار عن الإبرشية مع العديد من الأباء الأساقفة لظروف سياسية معينة أيام أنور السادات الرئيس الأسبق. فكان ربنا سامح إن أنا موجود في الأربع سنين ونص دول في الإبرشية أدير أمور الإبرشية في غياب نيابة الأنبار. بعد كده تسمت أسقف عام لمدة 9 سنين مع نيابة الأنبار ثم إلى طنطا. أنا أتذكر في موضوع طنطا ده قداسة البابا بدأ يتكلم معايا، أنا فاكر قعدت معاه 6 مرات، وفي ذلك الحين كان قداسة البابا شهد ربنا نيح نفسه وأبعترف، وكنت متعب جدا لقداسة البابا في حتة موافق أو موافقش. ولكن في 6 مرة كان لي رد واضح كده، سيدنا أنت أبعترف أنا وزنة استمر في دمياط ولا روح طنطا. بعد ما بررت له على مدى 6 جلسات ليه أنا مش عايز روح طنطا يعني، فكان كلامه قال له هتسمع لك أب اعتراف؟ قلت له بالتأكيد. فأنا فاكر عبارة قالها بتردني في وداني لحد النهاردة، مصلحتك في طنطا ومصلحة طنطا فيك. فكانت الموافقة وبكل ارتياح خدمت في طنطا. إنما في نفس اليوم اللي قابلت إن أنا أروح طنطا فوجئت بتكليف من قداسة البابا ليا بالمجلس الكليكي للأحوال الشخصية. اترسمت على طنطا 18، رحت طنطا 8/7. في نفس الشهر خرجت مع قداسة البابا لأول مرة رحلة طويلة أكثر من 100 يوم عشان كمسؤول عن الأحوال الشخصية. أولا دي ادتني إحساس لابد أن تطار الإبرشية بأسلوب مختلف، أنا هسافر كتير يبقى لازم لوايح يبقى لازم لجان، ومن هنا كان التخطيط يبقى فيه لوائح منظمة لكل عمل في الإبرشية، ومن هنا بقى فيه لجنة لكل نشاط، لجنة لكل مرحلة سنية فيها كاهن مسؤول فيها مجموعة من المتخصصين. ومن هنا كان عمل ربنا في طنطا عمل متضاعف، ليس نتيجة عمل أنبطولة إنما نتيجة عمل الأباء والخدام اللي ربنا ادانا الفكرة بس نحن نعمل لوائح نعمل نظم نعمل لجان. على سبيل المثال النشاط المسرحي في الصيف والنشاط الرياضي والنشاط الروحي في الصيف، نفس لما بوسى ربنا يديله الصحة أخذ هذه المنظومة من طنطا وبنى عليها بصورة أكثر شمولية وأكثر اتساع فكرة مهرجان الكرازة. اللوائح اللي اشتغلنا بيها سنة 90 وما بعدها كانت النواة اللي قدس البابا تقدر الصبية دي رسالة العمر اللي بنى عليها العديد من اللوائح اللي خرجت للكنيسة كلها بفضل ربنا. النهارده لما تيجي تساليني لو رجع اديك الساعه، انا قعدت اركب من 3 ساعات متواصل مش عارف اقول يعني لحد ما وصلت القاهره، هتبقى متضايق ولا تشعر باختيار من ربنا؟ لما اشعر باختيار من ربنا يوم ما خرجت خوري بسكوت. انما دلوقتي لو حسبت حساب النفقه هقول لا ربنا كان هو اللي ليه الاختيار الافضل، والواحد ما يمشيش ولا مشيئته هيكتشف بركه مشيئه ربنا والخضوع ليها في المستقبل. ربنا حطني في مواقع مهمه وكبيره في الكنيسه مش بس مسؤوليه ابرشيه. نبقى المسؤول الاوحد على المجلس الكليكي للاحوال الشخصيه في كل سمعت. العالم 23 سنه ولم نحد للحظه عن وصايا وتعليم الكتاب المقدس. وكنت الوحيد اللي بلف في العالم معيش لجان معيش مجموعات عمل. يمكن كان في القاهره معايا مجموعه عمل انما في المهجر كنت ببدا من A to Z في كل حاله احوال شخصيه. كانت علينا ضغوط مريعه انما وصيه الكتاب المقدس هي الحاسبه لكل الامور. بقول له لا بشكرك يا رب ان اديتني المده دي اذا انا افاعل وصايا وتعليم السيد المسيح في الاحوال الشخصيه بسنده قويه جدا من متمنح طيب الذكر البابا شنودة. مسؤولية ربنا انتهالي. ربنا اداني في مراحل متعددة ان انا امثل الكنيسة في الدستور بتاع عهد الاخوان والسلفيين ولحد ما انسحبنا. ربنا اداني ان انا اشتغل في الدستور نمرة 2 وهو دستور غير مسبوق في الامتيازات والحقوق اللي خدها الاقباط من خلال هذا الدستور.
ربنا اداني ان اشتغل في قانون بناء الكنائس، والاول مره يصدر قانون لبناء الكنائس في ارض مصر. ربنا اداني ان اشتغل في قانون الاحوال الشخصيه حتى اللحظه، حتى ان شاء الله يخرج الى النور. ربنا اداني ان انا في فتره خروج الكرسي اكون مساعدا والى جوار نيابه الانبا بقدس، وتولى الحته التنظيميه في اداره سواء الأربعين بتاع المتنايح البابا جنودة، سواء الانتخابات، سواء القرعة، سواء التجريس. لما تسأليني بعد التاريخ ده، سيبك بقى من النشاط في طنطا وخدمة طنطا، أقول أشكرك يا رب. أنت يا رب كنت كلية الحكمة، أنا كنت ضعيف في تفكيري، كنت عاطفي في أسلوب تفكيري ورؤيتي للأمور، إنما أنت يا رب بتعرف تستخدمني واستخدمتني. وانا لو النهارده انهيت حياتي في اللحظه دي، اقول له اشكرك يا رب على كل ما سمحت لي بيه، الى ان اختتم الامر ان ربنا ادانا ان احنا نفكر في مشروع الفلك اللي بيقدم خدمه مجتمعيه للمسيح والمسلم بمستوى عالمي بس على ارض مصريه. اقول له اشكرك يا رب لاجل الفكره، اشكرك يا رب انك تممت المرحله الاولى من العمل. عمل ربنا بلا حدود، عمل ربنا لا ينبغي على الإنسان إلا أن يقول ربنا أمين لتكن مشيئتك، ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. كل سنة الملخص السريع لمدة 45 سنة. سيدنا، أصعب اللحظات في ال 45 سنة دول أكيد في وقت بالطبيعة البشرية بتقول لا أنا تعبت، لا ده الموضع ده كتير، ده الموقف ده كبير، إيه أصعب الأوقات كمان؟ لا بسيب، أنا يعني ما أقولش أبدا كده، لأن في أصعب اللحظات كانت إيد ربنا موجودة. عظيم. يعني إزاي مثلا بتوع السرافين ما يسلموش عليك، وواحد منهم يقول لك أنت كافر أتعامل معك إزاي، وفي الآخر يقول لك أنت غيرت فينا كتير جدا. عمل ربنا. إزاي المواد اللي أنت عايزها مرفوضة لحد آخر لحظة، وإزاي مواد أنت رفضتها ومصرين عليها وفي ضغوط إقليمية عشان تتحط، وانت لوحدك اللي بتقول لا، بس كان ربنا سندك، وفي الاخر لا هي اللي مشيت. عظيم. عكس كل التيار ده، عمل ربنا. ما اقدرش انسب لنفسي حاجه، هو عمل ربنا اللي كان بلا حدود في هذه المراحل كلها. فانا بشكر ربنا على عمله في كل مكان، في كل مجال ربنا اداني ان انا اكون موجود فيه. طبعا لحظات صعبه لما تلاقي الناس مش عاوزه تتعامل معاك وانت هتكمل معاهم مسيره الدستور. لحظات صعبه لما انت بتبقى بتشتغل من اجل البلد ومن اجل الكنيسه، وتفاجئ بان في شخص الاخوان كانوا جابوه في الدستور بيقول عكس اللي عايزاه الكنيسه وعكس اللي انت عايزه، وهو من داخل الكنيسه ومن داخل قياداتها. مرحله انا فاكر في اليوم ده بالذات، انا ضبط نبض القلب كان في ودني يعني من شدة التأثر الشديد، ومع ذلك اضطرينا ننسحب. وفي الآخر ربنا عمل معنا دستور بالنسبة للمصريين بصفة عامة وبالنسبة للأقضاء بصفة خاصة غير منصوص. في لحظات صعبة الواحد بيمر بيها، إنما في الآخر بعدها بقول معقول يا رب أنت وقفت معايا بكل هذه القوة وبهذه النعمة وبهذه، هل أنا اللي عملت ده؟ ده في مواقف ما أقدرش أحكيها في على الهوى. حتى في الدستور الثاني في اخر ليله بنشتغل من 9 الصبح لحد 2 بعد منتصف الليل، وكانت في ماده معينه يعني مخبأة على ما نكون انهكنا تماما 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 وما تقدرش تفكر حتى. فازاي ان ربنا يديك ان حتى اللحظه دي انت بمنتهى التركيز ومنتهى القدره على الاقناع، وفي الاخر عكس كل التيار ربنا بيخليك تعمل اللي ربنا شايفه من خلالك. كان في اجهزه في الدوله من الاجهزه الرقابيه سنده من ورا ما بتتكلمش، انما عارفه انت بتعمل ايه وعايزه ده يحصل. بس كان الاهم من ده وده ان ربنا هو اللي شايف، وربنا اللي عايز، وربنا اللي بيساعد، وربنا بيدي نعمه الاقناع، وربنا بيدي قوه الاراده انت انك تواجه تيارات مضاده لحد ما تعمل ما هو في مصلحه البلد وما هو في مصلحه كل المصريين بما فيهم الأقباط. لحظات صعبة الإنسان بيمر عليها. صحيح. لحظات صعبة إنك أنت لما بتسافر لوحدك في الأحوال الشخصية، كنت في أمريكا وأوروبا، أما في حالات كنت بضطر أقابلها في مطار ما عنديش وقت، فأعمل ترانزيت في مطار ساعتين ثلاثة عشان عندي حالتين، وآخد الطيارة لولاية تانية.
أنا أسعد لحظاتي اللي كنت بشعر بيها في رحلة أمريكا وأوروبا دي مثلا هي إما لحظة العربية من كنيسة لكنيسة ويبقى اللي بيسوق لي يا سيدنا معلش إحنا أسفين في ترافيك في زحمة ولا أنت مش فاهم حبيبي اللي جوايا إيه، هي دي لحظة الواحد يتنفس يستهدأ مع الزحمة دي لأنك ما بتسمعش غير مشاكل عكس طبيعتك. طبعا أنا طبيعتي ممكن أكون حاسم وحازم إنما طبيعتي عاطفي جدا فتعيش مع قضايا الناس وفي الآخر عاوز تتعاطف بمشاعرك إنما الوصية هي الحاضرة فبتنفذ الوصية على حساب مشاعرك وده مش سهل. النقطة التانية المطار، المطار ده أنا كنت مفيش رحلة دوماستيك يعني داخلية في أي زي أمريكا مثلا إلا مروح قبل الطيارة بثلاث ساعات، وفي حد يروح لرحلة داخلية قبل ثلاث ساعات؟ ده هي دي الفترة اللي جوه المطار تلاقي لوحدك محدش يعرفك يا بتقرا يا بتكتب لهم ريلاكسيشن. الناس في رحلات الطيران الطويلة تنام. أنا بجاي من سفرية المهجر رحلة طويلة معيش غير قلم وبلوك نوت أكتب أو كتاب بقرأ، هي دي لحظة الغسيل. أنا أفتكر أول ما مسكت المجلس الكليريكي كنتش عارف أنام أبدا، أنا بطبيعة عاطفي وبعيش مع ناس في أحداث المشكلة، حاولت بكل شيء إن أنا أعرف أنام أيام المجلس الكليريكي ما كنتش بعرف. سيدنا حتى ربنا إداني نعمة ان الحاجه الوحيده اللي تضيع الافكار اللي انت سامعها وشايفها هي القرايه والمذاكره. ما اقرا ذاكر ما اعرفش اقرا كده، اقرا يعني الخص، اقرا يعني احط هوامش. فربنا اكسبني يعني نعمه جديده ما كانتش عندي. سيدنا حاسه ان استرجعت مع نيافتك مرحله كانت صعبه، يعني حاسه في الم في حتى ونيافتك بتتكلم ان كانت مرحله واضح انها ضغط على نيافتك كتير. اه طبعا بتتسافي عكس طبيعتك. فانا فاكر كويس قوي ان الوقت بقيت متعود قبل ما انام اقرا ساعتين ثلاثة بكل تركيز، ده بسبب المجلس الكليريكي، فبقت عادة في حياتي فبدأت تقرا في كل مجال. لا ربنا حول الشر الخير في حياتنا، ربنا حول الضيقات لخير الناس ما فيش شك. انا شخصيا لما احسب في الاخر واقول اشكرك يا رب انك انت اخترتني لهذه الخدمة، انا كنت بفكر في مغارة وجبل انما انت كنت مرتب شيء اخر. أنا بشكرك لأجل عملك معايا، أنا الضعيف أنا التراب والرماد. وهنا لابد أن أذكر بكل الخير قدس البابا شنودلر في الدعم والتشجيع. أنا ما كنتش بكتب فكان يجبرني أن أكتب في الكرازة في الموضوعات العلمية أو الأسرية أو لسيدنا العرب بتاعي ضعيف يقول أنا حراجع كلمة كلمة، وما أكتب مقالات يقول ابن فضلك يعملها لنا كتاب، وأكتب كتاب يقول أنا هنا المنهج في الكليريكية. يعني فعلا سيد البابا ربنا يريح نفسه يمسك شويه حفظ التراب اسمها امبابولا يحول بينها هذا الشخص اللي ممكن يكتب وممكن يالف وممكن يدرس. يعني انا ما انساش فضل ابويا الغالي عليا جدا المتريح طيب الذكر البابا شنوده، ما انساش فضل نيافه الأبشور 12 سنه اللي قعدتها معاه، انا استفدت كثيرا منه في حاجات في امور كثيره جدا لا تتواجد غير في نيافه الأبشور. ان مجرد ثمره لتعب اخرين دي ابا فلوس او زي بابا شنوده ربنا يحميها نفسه. البابا تادروس لما جه هو اللي شجع ان انا اكمل في الدستور الثاني واكمل في قانون الاحوال الشخصيه واكمل في قانون بناء الكنائس، هو اللي شجعني ان انا اكمل واستمر في اخراج هذه القوانين. كل دول اصحاب فضل عليا ما اقدرش ابدا انكر وجودهم في حياتي ودورهم في حياتي. الأب والراعي المناسب في المكان المناسب يا سيدنا، حقيقي بدلت كتير من الألم بالأمل، ويعني كنت مؤثر حقيقي وما زلت، لكن في أحوال الشخصية أكيد كان في تأثير واضح وما زال مستمر يا سيدنا. كل سنة ونيافتك طيب. أنا بشكر ربنا، الأحوال الشخصية بالنسبة لي دلوقتي هي محاضرات، الأحوال الشخصية بالنسبة لي هي كتب بطلعها، الخبرات دي كلها بطلعها في هيئة كتب تفيد الشباب قبل ما يتجوز واللي متجوزين عشان ينجحوا في الجواز. كل سنة ونيافتك طيب يا سيدنا، إلى مزيد من العطاء والخدمة، وكل شعب طنطا طيبين بقيادة نيافتك ورعايتك. شاكر فضلك وشاكر نيافة الأنبا أرمية وكل العاملين في قناة. ربنا يخليكم لينا ودايما نتعلم منكم المحبة، لأن ده شيء هام جدا، وكلنا بنتناقل عنكم ده احنا ازاي نعرف نحب زملائنا وأخواتنا ونعبر عنه كمان. كل سنة ونيافتك طيبة يا سيدنا. طيب حبيبي. ربنا يديم خدمتك. شكرا سيدنا صاحب النيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها.
هنبدأ نتعلم، هنفضل أبائنا ورعاتنا يدونا طريق الخدمة والرعاية. زي ما النهاردة كانت عشية تجليس نفت أنبر وفير أسقف الإبراشية تشيبين القناطر وتوابعها، واللي كان زي فرح الشعب بيستقبل بيه أسقفهم وبيستقبلوا بمنتهى المحبة، وأيضا وجود أباء بيشاركوا في ده، وده كان في مطرانية القديسة السيدة العذراء مريم بمساكن أبو زعبل القليوبية. شارك في صلاة العشية عدد من الأباء الأسقفة والمطرنة، منهم الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة ونيافة الحبر الجليل، أنبا أرمية رئيس المركز الثقافي القبط الأرثوذكسي والأسقف العام، وأيضا الأنبا نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح. حقيقي بنفرح بكل أب بيبقى في مكانه علشان ياخد باله أكتر من رعيته. خلينا نشوف جزء من هذا التجليس ونرجع نكمل مع حضراتكم. آمين. فزمارات جمهورگانیس انشیری سوز به خرسوس بن شو. فزمارات انشی به فونوگانیس انشیری سوز به خرسوس بن شو. فزمارات انشی به فونوگانیس انشیری سوز به خرسوس بن شو. بسمارات انجاب فنوگنی سنشیری ایسوس به خرسوس بنشویس. بسمارات انجاب فنوگنی سنشیری ایسوس به خرسوس بنشویس. بسمارات انجب فمنوگنی سنشیری ایسوس به خرسوس بنشویس. آمین. بسمارات انجب فمنوگنی سنشیری ایسوس به خرسوس بنشویس. آمین. انجب فمنوگنی سنشیری ایسوس به خرسوس بنشویس. آمین. بسمارات انجب فمنوگنی سنشیری ایسوس به خرسوس بنشویس. آمین. استنى. أجلسناك يا نو أنبا نفير أسقفا على إبرشية شبين الأناطر وكل تقوميا إزم رعود جيب ابن ميس قواب إمبرك ليتو. بنبارك لكل شعب برشية شبين القناطر، وبنقول لهم ربنا يبارك في خدمة سيدنا، وأكيد لازم كمان تكونوا متعاونين ويعني أكثر تعاونا. أكيد كل وقت لسه هو جاي جديد، فأكيد هيبقى في تكامل ما بينكم إن شاء الله. خلينا نتكلم دلوقتي عن استقبال السيد الرئيس اليوم في مدينة شرم الشيخ جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك المملكة البحرينية. أكد الرئيس اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع
بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأكد الرئيس حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات. وأعرب جلالة الملك حمد بن عيسى عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال مع السيد الرئيس، مشيدا بما تتسم به العلاقات المصرية البحرينية من أخوة وصداقة وثيقة. خليني أكد أن دائما علاقة مصر بكل الدول أصبحت علاقة تقدير واحترام متبادل. من فترة طول الأسبوع الماضي كان في محادثات تليفونية ما بين جلالة الملك والسيد الرئيس، أكيد هنتكلم عن ده كمان في بعد الخبر القادم. الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل زيارة بايدن للشرق الأوسط، وحابين نتكلم عن ده أكتر. بس قبل ما ناخد التفاصيل خلينا نتكلم عن زيارة ملك البحرين. مساء الخير، هيكون معانا على الهاتف أستاذ فادي عيد الباحث والمحلل السياسي. مساء الخير أستاذ فادي. مساء النور يا فندم، تحياتي ليك ولكل مشاهديني. برحب بحضرتك معانا، وخلينا نتكلم عن أهمية زيارة ملك البحرين اليوم لمصر ولقاء السيد الرئيس في شرم الشيخ. بحس إن لقاءات شرم الشيخ دي فيها حميمية أكتر من الاستقبال في القصر الرئاسي. بكل تأكيد، لأن أساسا شرم الشيخ تعتبر يعني مقر واستراحة ملك البحرين حمد بن عيسى، مش أول مرة يجي شرم الشيخ، ويعني من المدن المفضلة لدى ملك البحرين دايما. فطبيعي إن شرم الشيخ بيبقى ليها يعني في اللقاء شرم الشيخ فيها يعني بتعكس علاقة خاصة ما بين مصر أولا وملك البحرين، وطبعا قيادة مصرية الرئيس السيسي و شقيقه حمد بن عيسى ملك البحرين. هو طول الأسبوع الماضي كان فيه محادثات تليفونية. بالفعل هناك تطورات كبيرة جدا بتحصل في منطقة الخليج جراء ما يحدث في إيران من تسريع وتيرة الوصول لصناعة القنبلة النووية والملف النووي الإيراني، وبالتزامن أيضا ما تقوم به إسرائيل من حشد خليجي يعني إنشاء زي تحالف عرب إسرائيلي لمواجهة المخاطر الإيرانية في المنطقة. فكل دوت خلى منطقة الخليج في حالة زخم سياسي غير عادي. ده برضو بيمهد لزيارة بايدن المرتقبة بعد شهر كتير من الآن، وده اللي هنتقل لحضرتك فيه ويمكن إلهام جدا. لأن في أخبار متواترة ما بين أنه مش هيقابل ولي العهد السعودي، وبأنه ده مش حاصل، هو جاي للقمة الخليجية فقط. حضرتك شايف الزيارة يوم 15 و16 يوليو القادم دي أهميتها إيه؟ وهل خلال الفترة دي، يعني نقدر نقول شهر من الآن، ممكن يكون في توقعات أخرى لهذه الزيارة؟ ممكن إيه اللي يحصل فيها؟ شوف سيادتك، أنا بأراك منورة من بايدن يعني نقول ايه غاضب، بطرد بدن غاضبة من دول الخليج بسبب يعني عدم انحيازها اوكرانيا في الحرب الروسية الاوكرانية، والتزام السعودية والامارات باتفاقات وبنود اوبك. كل ده كان مخلي ادارة بايدن في حاجة غضب من دول الخليج والدول العربية عامة، لان صراحة الحرب الروسية الاوكرانية الدول العربية المحورية اول الكل غالبا يعني معايا طبعا حكومة عبد الحميد دي بس طرابلس دي اعتبرها حكومة اصلا، كلها انحازت يعتبر بشكل يعني واضح الى روسيا. يعني كمان كان وزير خارجية روسيا موجود مع دول الخليج الفترة الماضية في اجتماع كان مؤثر يعني. وعندي وزير خارجية السعودية قال لك تصريح كده، عمل جملة مهمة كده وسط كلامه، قال لك العلاقات بين روسيا والسعودية دافئة دوما كتكسر رياض. طبعا دي رسالة لايه؟ الناحية الثانية لواشنطن، اللي من 3-4 ايام عاملين لك شارع في السعوديه، غالبا الشارع ده اسمه خاشقجي، ده شارع السفاره نفسها. واخد بالك يعني هناك سموا في واشنطن في شارع هناك اسمه خاشقجي. طبعا الاثنين بيردوا على بعض. مش بقول لك الزياره دي ومن هنا لحد يوم الزياره دي لو تمت كلها هتبقى منورات. هو بيعودات يعني النهارده وامبارح يا استاذ فادي كان في اغراءات وتهديدات في نفس الوقت، ده اللي بيعمله اداره بايدن مع دول الخليج ومع مصر كمان. كانت في صفقه الاف اكس 15 او اي حاجات تانية، والخطوط الحمراء بيحطوا لنا على التسليح الروسي، كل ده تبقى باينه ايه؟ اغراءات وتهديدات عشان تنحاز مره اخرى وسط العصا والجزر كلها. بالظبط، عشان كده الزياره دي ايه؟ هي مناوره، والراجل ده جاي هنا بنفسه عشان تبقى اخر جوله في المناوره دي زيارته ليها. مره يقول لي مره يقول لنا هيقابل الامير محمد بن سلمان، بعدها ثاني يوم النهارده طلع قال لا، هي انا هتقول لك لا لسه ما قررش قرار نهائي. هو بيلعبونا بقى، بس يعني لحد الشهر كله يبقى ايه؟ لعبة شطرنج ما بين الطرفين، ده يشد لحد الشهر ده يشد لحد الاخر. لو قلت لك ان بعض التحليلات بتقول ان الزيارة دي مش هتتم.
وأقول لما أمسك إيه كل وارد أمسك إيه الوسط كاميتك لو تمت هيفضل نشوف المنورات والرغي ده كتير قوي بقى هنشوف شد وجذب كتير للصبح ما بين الرياض وواشنطن وباقي كل دول عواصم الخليج وواشنطن. طيب بالنسبة لمصر وأهمية هذه الزيارة وتأثيرها على مصر ومفروض يعني الفترة الجاية يكون في إيه في حاصل؟ لا ما خلي بالك الزيارة دي تبقى إيه بوصلة اللي جاي إيه اللي هو المنطقة كلها طبعا مصر والخليج يعتبر واحد بحكم طبعا الاتفاقات الاقتصادية والدعم الاقتصادي من دول الخليج لينا والتقارب اللي حصل الفترة الأخيرة ما بين مصر ودول الخليج الاستراتيجية وأمن الأمن القومي العربي وأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن القومي المصري ودي حقيقة وليست مجرد كلام واحنا جيشنا دايما على هبه استعداد الدفاع الخارجي العربي ده من سنوات ودي عقيده في جيشنا المصري فاحنا والخليج حاجه واحده دلوقتي فالزياره دي تبعياتها وتاثيرها برضه بقول لو تمت لا كلنا كده في دفه واحده نروح يمين نروح شمال يا اما نفضل على موقفنا اللي هو ايه انت مع ده ومع ده بس مش ترمي بيتك في سله واحده السله كنا بنتابعها زمان قبل 2011 اللي هو كله اوراق الولايات المتحده ايد امريكا لا لا خفت يعني تقريبا بالنسبه لمصر استاذ فادي من اول تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت قبلته الاقتصاديه السياسيه او الدبلوماسيه بمعنى ادق لا نحن مع الجميع وما عندناش علاقه خاصه بدوله ولا مستقطبين من دوله وفكره النديه خلينا اشيد كمان فكره النديه مع الدول خلتني في منطقه تانية خالص الان ما بين قبل 2011 اللي دلوقتي انا حاسه ان دوله لا سياده ما فيش حد كمان يملي عليا شيء صح احسنتي انت لخصت كده كل اللي كان يتقال احنا بنتعلم من حضرتك يا استاذ فادي شوفي مصادر تدير سلاحك كلها من روسيا اوروبا مشاريعك الاقتصاديه اللي الدول بتتعاوني معاها هتلاقي المانيا فرنسا ايطاليا تقريبا قبل 2000 قبل ما يعني 2013 2014 ما كناش بنسمح فكره التسليح دي كتير ده اولا ثانيا الا من الولايات المتحده تقريبا كنا فاكرين ان هي الدوله الوحيده الموجوده وكنت كمان بتاخد منهم سلاح معين وبشروط معينه بالزبط. يعني كنت تاخدش تاخد النمبر 1 عندهم لا فانت اتبعت بقى ايه التنويع في كل شيء مصادر التسليح مشاريعك القوميه انت عندك مشاريع الغاز كلها طب هسال سؤال بشكل مباشر وسريع استاذ او اي شركه امريكيه لا طيب كل ده لا انت كده بتعملي تنويع ما بقاش للشرق الاوسط يد حد يلولها دراعها دلوقتي الشرق الاوسط بقى مستقل فكره الغاز فكره البترول فكره كل ده خلت السياده للشرق الاوسط ما يضغطش عليه لا من الغرب لا من روسيا ولا من امريكا صح صح والفضل ده يرجع لمين؟ يرجع لاداره اوباما المتخلفه. لما حد تحتلنا كل المنطقه تحت اللواء الاخوان ايه اللي حصل؟ دم اسقاطهم في مصر من ثم في ليبيا في تونس وما الى اخره. ودول الخليج نفسها اتبعت ايه؟ خلاص رجعت نفسها. زائد لازم يبقى ايه؟ اولا يبقى في اقتصاد ما بعد اقتصاد النفط ومن ثم تنويع برضه سياساتك وتسليحك وما الى اخره. محتاجين نعمل فقره طويله المنطقه كلها ليست جعبه امريكا فقط لا عشان كده بقول موضوع فكره او نظريه 99% من وراء اللعبه في ايد امريكا لا دي خلصت تماما بشكر حضرتك استاذ فادي ان شاء الله تشرفنا ونعمل فقره طويله نتكلم فيها عن هذه الاحداث الهامه استاذ فادي عيد الباحث والمحلل السياسي طوارئ في التعليم بسبب امتحانات الثانويه العامه خليني اقول لكم في حاله استعداد حقيقيه على الارض احنا الحمد لله ناجحين جدا في تخطي الثانويه العامه حتى في وقت كورونا اللي كانت كل الدول ناس اجلت المدارس ناس لغت الامتحانات ناس لغت كل الكلام ده لكن مصر حقيقي ناجحه في ان هي تتخطى المرحله دي يمكن اللي حاصل في التعليم على مستوى اولى وثانيه ثانوي وصراخ المدارس والنتائج اللي طالعه مش عارف الالكتروني ما اتحسبش والورق يتحسب وبعض اللخبطه كده الغير مبرره نتمنى ان الثانويه العامه وما والمقابل ليها من الشهادات الاخرى ينفدوا من المشاكل دي نتمنى ده يكون يعني على قد النقل هيبقى مقبول لكن طالب مقضي طول وقته تعبان وبيذاكر ومستني السنه دي عشان يحسم ويحدد مستقبله ما اجيش انا بقى كوزاره اعمل عليه عيب اصل الانترنت فصل اصل الورقي ما وصلش ايا كانت المشاكل اللي كانت سايره او بتثار مع اولى وثانيه ثانوي فرجاء رجاء رجاء ان ولادنا دول يعني انا عايز اقول عدد مش بالسهل ابدا عدد كبير جدا عندنا 2089 لجنه موجوده
عندنا ويبلغ عدد طلاب الثانويه العامه 7,799 يعني تقريبا 7,008 على مستوى الجمهوريه. وشكلت الوزاره غرف عمليات مركزيه لمتابعه الامتحانات والعمل على حل اي مشكله تظهر خلال اللجان. وشددت الوزاره على تطبيق قانون الغش على اي شخص يتورط في اعمال غش او شغب. عايز اقول لحضراتكم اللي هيتورط في اعمال غش هيحرم من الامتحان السنه اللي هو فيها والسنه اللي بعدها. والتعليم في وزاره الهيئات المعنيه يعني فيما معناه الحمد لله وزاره الصحه مشاركه في التامين، الداخليه مشاركه في التامين، اللجان كلها على اهبه الاستعداد. كل اللي انا طالبه بس ان احنا كاولياء امور كمان نكون على مستوى المسؤوليه ايضا مع ابنائنا. فكره ان الطالب هو ملتزم على قدر ما تعبه هياخد، ما فيش فكره الغش، ما فيش فكره التجمهر امام اللجان، ما فيش فكره التوتر للمراقبين على اللجان. امور كتير احنا ممكن نعملها نساعد بيها الولاد ان هم يبقوا في استقرار نفسي. طبعا نهينا عن مساعده البيت كمان. فكل بطلبه من وزاره التربيه والتعليم اللي حاصل مع اولى وثانيه ما يحصلش مع ثالثه ان شاء الله، وتمر هذه المرحله الهامه في حياه ولادنا بكل خير. مجلس امناء بيت العائله المصريه باسيوط يجتمع لمناقشه محاور الحوار الوطني والمجتمعي، وده من المشاركات المجتمعية اللي بنشكر عليها بيت العائلة، لأن المشاركة المجتمعية ده شيء هام جدا للخروج الحوار الوطني على أفضل ما يكون لخدمة وطننا وخدمة مواطنينا، لأن الاثنين مش هينفصلوا عن بعض أبدا والنتيجة تكون للمرضية للجميع. شهدت قاعة الاجتماعات بمقر بيت العائلة المصرية بأسيوط اجتماع لمجلس أمناء ومناقشة عدد من المحاور المشاركة في الحوار الوطني من خلال أنشطة مجتمعية ترتكز على أساليب علمية لطرح القضايا وسبل حل المشكلات بما يتناسب مع طبيعة الحياة محافظة أسيوط. بدأ الاجتماع بوقفة دقيقة حداد على روح نيافة الأنبا لوكاس ربنا يريح نفسه أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة الذي تنيح في وقت سابق. وكان آخر ما تولاه مثلث الرحمات الأنبا لوكاس منصب رئيس بيت العائلة المصرية بأسيوط. فكرة كمان أن يكون في نوع ده من الاجتماعات ده شيء عظيم جدا. فكرة الدور المجتمعي لبيت العائلة مطلوب، وأنه بيبقى في وسط الناس. بيت العائلة يمكن ميزته أنه في وسط الناس طول الوقت، مع الناس طول الوقت، موجود في معظم المحافظات، مش بيتكلم من منصات ولا مجرد مؤتمرات عن بعد، فقط بالتعامل والتشارك مع أهل المحافظة وأهل المكان اللي هم فيه. ففكرة أنه محتك على أرض الواقع. كمان تقدم أكثر من محامي ببلاغ للنائب العام ضد المدعو صلاح الدين حامد عبد العزيز محامي نهرو قاتل القمص أرسانيوس بالإسكندرية الذي حكم عليه بالإعدام وبعدها هاج المحامي، وده اللي كان غريب جدا، وصار في قاعة المحكمة وصاح أنت على حق يا نهرو ومرتكب جريمة تحريض علني. فكرة أن المحامي هو من يعترض على حكم القضاء وهو لسه في قاعة المحكمة ده شيء غريب جدا. احنا الوقت هندخل في العديد من القضايا اللي هتكون معانا ان شاء الله. هيكون معانا استاذ عاطف نظمي المحامي بالنقد والدستورية العليا. خليني احكي لكم يعني بعد الحكم على نهرو بعد ما قاتل القمص في وضع في الشارع في وسط الشارع في العشرات من شهود العيان، المحامي بعد ما تم تأكيد الحكم على نهرو ده القاتل بالإعدام صرخ في وسط القاعة وقال انت على حق يا نهرو انت على حق يا نهرو. مش فاهم ما يقصد على ايه، انت بحق تمشي في الشارع تقتل الناس يعني ولا ايه؟ استاذ عاطف برحب بحضرتك. استاذ عاطف نظمي المحامي بالنقد والدستورية العليا مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. برحب بحضرتك وخليني اقول لك ان دعوتك دي كان كتير بيطالب بيها، انا بشكر حضرتك على هذه الدعوة. يعني عارف ان ده كان واجبنا ولو انها اتاخرت شويه، لان انا انتظرت اكتر من يومين على امل ان تتحرك ايا من المجتمعات الحقوقيه حتى او القانونيه، نقابه المحامين تتحرك، لان اللي عمله المحامي دوت هو بحق جريمه تحريض. لان اولا هو كمحامي له الحق انه يدافع عن موكله كما يشاء، يبدي دفاعه ودفوعه قدام المحكمه، والمحكمه لها ان تفند هذه الدفوع، والمحكمه حكمت بالحكم اللي يستاهله. اما كون ان هو يفصح عن هويته المتطرفه ويصيح باعلى صوت في المحكمه انت على حق يا نهرو، بمعنى ان هو بيبارك، هو بيعترض على حكم القضاء كمان يا فندم. طبعا طبعا بيعترض على حكم القضاء ومباركه لهذه الجريمه اللي يعني احزنت المصريين. انا مش فاهمه ازاي هو بيبارك قتل بني ادم قدام اولاده وفي الشارع وقدام كل الناس، يعني هو كان رده ايه؟ يعني اكيد حضرتك كنت حاضر الجلسه؟ لا يا فندم ما كنتش حاضر،
لكن انا شفت الفيديو وهو بيحرر وهو بيزعق بأعلى صوته وبيقول له انت على حق يعني اعمل نقد وانا اسمي كذا كذا كذا، يعني هو يعني بيفصح عن هويته وبيجاهر بتصرفه وبيؤكد ان هو يعمل نقد. يعني انا ما عنديش مشكله انه يعمل نقد، يعمل نقد زي ما هو عايز بس في اطار القانون، لكن اللي هو عمله دون خارج عن القانون. كان ايه الدفوع القانونيه اللي حضرتك استخدمتها؟ أفلم؟ الدفوع القانونيه اللي حضرتك قدمتها للقضيه انك ترفع عليه قضيه يعني او بلاغ؟ ايوه يا فندم، انا اتهمته بالتحريض واثاره الفتنه واثاره الراي العام، لان اللي حصل ده تحريض علني. كون ان هو يقول له انت على حق، معنى كده ان هو اولا بيبارك الجريمه، ثاني حاجه بيدي رخصه لانصاره المتطرفين ان هم يرتكبوا مزيدا مثل هذه الجرائم. يعني لما يرتكبها جريمه انت على حق يا نهرو، يعني جالك يرتكبها يبقى على حق برضه. فدي يعني هو ارتكب عده جرائم، من ناهيك عن مخالفه في حاجه اسمها جرائم الجلسات، يعني هو ارتكب الجريمه دي في وجود المحكمه. هي كانت المحكمه لسه مغادره القاعه، يمكن لسه ما كانش القاضي قاعد على كرسي جوه، طلع من مكانه، لكن هو كان متاثر جدا وكان بشكل غريب. خلينا هنتابع، اسمح لي نتابع مع حضرتك تطورات البلاغ اللي حضرتك قدمته للنائب العام. لا تحت امري كمان، تحت امري، ولان ده حق المجتمع ان حد يدين يعني يؤيد قاتل ويدين حكم المحكمه بشكل علني كده، ومفروض ان رجل قانون ده يدينه اكتر، فبالتالي حق المجتمع. اخترق القانون بفعلته دي، اخترق القانون، لان دوره كمحامي هو يعني حمايه وحفظ القانون. بالظبط كده يا فندم. بشكر حضرتك استاذ عاطف نظمي المحامي بالنقد والدستور العليا، هنتابع اكيد في هذه القضيه الهامه، لان في النهايه ان يقتل انسان ويبارك اخر هذا القاتل او يقولوا لا انت على حق، ده شيء غريب جدا. في حاله من الغضب في الوسط القبطي يعني، او حاله كانت في السوشيال ميديا او على مستوى المجتمع عامه، لان سيده خليني اقول لحضراتكم صدر مؤخرا حكم برفض محكمه سوهاج تطليق زوجه مسيحيه من زوجها الذي اشهر اسلامه حجه اسلام الزوج لا يعد سبب للطلاق، وبدون التعليق على حكم القضاء طبعا، مع كل الاحترام لنزاهه القضاء المصري العظيم، بنحب نوضح للمشاهدين الوضع القانوني لمثل هذه الحالات، وعايزين نعرف اكتر عن حيثيات الحكم كانت ايه، وهل كان الخطا في ايه، او ليه الحكم طلع بالشكل ده. هيكون معانا على الهاتف استاذ نبيل غبريال المحامي بالنقد وباحث دكتوراه في القانون الجنائي. مساء الخير استاذ نبيل. سنور يا فندم، برحب بحضرتك. وانا عارف حضرتك، اهلا وسهلا بالساده المشاهدين، ربنا يخليك. انا عارف حضرتك بتتابع كل التفاصيل وكل القضايا المثاره او اللي عامله جدل، خليني اعرف اكتر عن قضيه السيده المسيحيه اللي تم رفضها والمحكمه يعني طلبت باستمرار زواجها للزوج اللي راح لدين اخر. طبعا يعني احنا كرجال قانون انا ما اتكلمش لما يكون قدامي اوراق، للاسف انا ما شفتش اوراق ولا اي حاجه، بس ممكن نتكلم على الواقعه في اطار انها ممكن تتكرر وكانت بتتكرر زمان. طب خلينا نتكلم في الواقعه المحدده الان ونكمل مع حضرتك. احنا طبعا كل الاحترام لاحكام القانون القضاء، احنا بنتكلم على الحكم تسبيبه سليم 100%. لوجود مفاجاه، الزميل اللي رفع القضيه وانا برضو ما اعرفوش هو مين على فكره، مع احترامي ليه، اسس سنده القانوني تطليق او طلاق طبقا للماده 51 من لائحه الحوار الشخصيه للمسيحيين. للاسف اللائحه دي الماده دي تم الغائها عن طريق المجلس الملي في تعديل 2008. قال لك بالنص كده الماده الاولى يستبدل نصوص المواد كذا وكذا كذا 51، وحط كل المواد 26 وي وي وي، وسقط سهوا الماده 51. الماده اللي كانت بتقول ايه؟ إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي انقطع الأمل من رجوعه إليه، جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر. طبعا أكيد اللي حط المادة دي أنا بشكره الله يرحمه، أكيد ده من حوالي 100 سنة. هنا بيتكلم على خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي. الخروج عن الدين المسيحي مهما كان، خرج للإسلام، خرج لليهودية، والمفاجأة اللي تنفع في الوضع الحالي الزمن الحالي الحاد. أنا هنا أمام معضلة قانونية مشكلة قانونية. يعني الحكم هنا صحيح لان الماده دي كانت الغيه، واعتقد المحامي كان مقدم الدفوع بتاعته او حيثيات حكمه على ماده غير موجوده اصلا. يرفعها خلع، يرفعها خلع، وده كان اسرع وهياخد حكم بسرعه. بس ده رجعنا للائحه زمان. انا دلوقتي خلاص لو في زوجها اسلم هترفع خلع من حقها، العكس لو زوج
مراته هي اللي أسلمت. المحكمة هتفرق بينهم طبقا للشريعة الإسلامية والقانون الشرع الإسلامي. ولكن في سؤال، طيب أنا في الحالة دي هي لو رفعت خلع بالنسبة لها خلاص كده انفصلت علاقتها بهذا الزوج واللي هي رفض الحياة معاه دلوقتي. آه هي صحح الوضع وانصح الزميل ما يعملش استئناف ده لو كان في دعوة أساسا يعني، ويرفع خلع. المادة دي تم إلغائها ومحكمة النقض قالت إن التعديلات دي قانونية. إمتى؟ بمناسبة إن برضه كان في حكم خطأ طلع والنائب العام طبق المادة ده كان 2018؟ يا فندم؟ كان سنة كام؟ من سنتين ثلاثة تقريبا. اللائحة دي لغت المادة سنة 2008. 8 أي 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 تطليق يترفع بيها غلط. في بعض المحامين اللي رفعوا بالمادة 57 بعد إلغائها. محكمة النقض النائب العام طبعا لمصلحة القانون، عشان للأسف في برضه مشكلة في مصر دلوقتي، لغت محكمة النقض الأحوال الشخصية، أصبح دوائر الاستئناف بتطلع أحكام مختلفة. وأنا بناشد المشرع يعمل دايرة اسمها توحيد مبادئ أمام محكمة الاستئناف عشان يوحد الأحكام المختلفة. تمام. المهم النائب العام قال يعني قصدي محكمة النقض قالت إيه؟ لا أنت كده بتستعمل بمعناه مادة ملغية ما ينفعش. نرجع بقى دلوقتي لو حصل مشكلة تاني زي دي، بس بنفرض فرضا جدلا ان الطرف الثاني الحد او دخل اليهوديه، قانونا ما ينفعش اطبق عليه الشريعه الاسلاميه، لان انا هنا الشريعه عندي الشريعه الاسلاميه تطبق في طلبي للخلع. لا ما ينفعش الخلع، لا في الشريعه الاسلاميه لو هو مسلم. أما لكن لو يهودي او ملحد ما عنديش الماده دي، مش هتطبق، هتفضل متجوزاته للعمر. القانون بيتحط مجرد انا بس بحاول افهم الناس مع حاجه. الماده اتكلمت عن الخروج عن الدين بجد في الوضع، في الوضع يعني في الزمن الحالي في ناس بتلحد، واحده مش عاوزه تعيش مع واحد ملحد طبقا للمادة للأسف ملغية. دلوقتي هتفضل عايشة معه على فكرة، ما قدرش تتطلق. الحل ايه بقى؟ ايوه يبقى سريع. المجلس الملي اللي طلع اللائحة في 2008 يعمل الاستدراج زي ما انا بعت البابا شنودة زمان قبل ما اللائحة تدخل محل التنفيذ. ما اعرفش المستندات انا بعتها لكم، انا مش شايف التلفزيون طبعا، ان قدرت البابا حصل كذا كذا، ابعت استدراج نزل المادة تاني. احنا فيها برضو بناسبة الكلام ده، عاوز اتكلم عن السؤال بيدور في القانون. الحكم اللي طلع هو حكم صحيح بناء على ما قدم من المحامي. ايوه يا فندم الحكم صحيح، انا مش بتكلم على الحكم، انا بنتكلم بس على وقائع هتبقى في المجتمع ملاش حل. انا يعني بما ان ده نقول ندق جرس الانذار لما هو قادم لو حصل حاجه زي كده تاني. أيوة. لكن في هذه الحاله لو هي طلبت خلع بيحق لها الخلع بما ان الزوج مسلم. الخلع، ولو العكس الزوجه هي اللي اسلمت المحكمة هتفرق بينهم. مش دي المشكلة عندي، أنا المادة بتتكلم على الخروج عن الدين المسيحي. دلوقتي حد بقى ملحد، فهمت حضرتك، من حق الزوجة لو الزوجة هو اللي بقى ملحد، من حق الزوجة تنفصل. حضرتك بإيجاز كده بتطالب؟ ماشي، ما بندم بإيجاز. الأول أرد أفهم إن المواطنين وبعض المحامين للأسف بيتكلموا عن اللائحة دي غير قانونية. أولاً الدستور تحته القانون تحته اللائحة. اللي طلع اللائحة زمان 38 هو اللي عدلها 2008 ومن حقه يعدلها واتنشرت في الجريده الرسميه، اصبحت لائحه مطبقه قانونا، واللي قال كده محكمه دستوريه ومحكمه النقض. تمام. لا يجوز عرضها على مجلس الشعب او النواب. انا عندي وقت، انا عندي وقت، انا حابه بس مطالبتك بشكل مباشر. بتطالب ايه بشكل مباشر؟ بطالب دلوقتي اولا استدراج جزء الخطا، رجوع الماده 51 مؤقتا، والطلب الاهم ان انا في تمييز بين المصريين، في ناس ليهم قانون احوال شخصيه وناس ليهم من 1938 لائحه. لا يجوز حتى الدستور الماده الثالثه قالت احنا لنا شمال. ده علشان نتفادى اللي حصل في هذه القضيه في قضايا اخرى، وان كان في هذه الحاله ممكن الخلع هيكون اقصر. طلع قانون الاحوال الشخصيه يطلع يا فندم الاكبار. قانون الاحوال الشخصيه الموحد، عشان الناس برضه فاكره اكبار المسكين فقط، في مسكين ارثوذكس انجليين كاثوليك طوافق سمعت القانون ده لغايه ما طلعش ليه. بشكرك. شكرا. بشكرك استاذ نبيل غبريال المحامي بالنقد وباحث دكتوراه. خليني بشكر حضرتك جدا. عندي فقره هامه ومختلفه، فقره فيها دردشه، فيها عمق حقيقي، عمق وبساطه، لان ضيفي كمان مميز جدا هيكون دكتور بهي الدين مرسي، طبيب ومفكر، وحاله كده هتاخدنا لحته تانية يمكن نرتاح فيها نفسيا وعقلنا يفكر اكتر. خليكم معايا، عندي فقره هامه جدا بعد الفاصل.